صحت 46 ولا انا في قيطون والعقارب ولا شوف الظروف اللي عايشين وتجي انت من يسولوك يقول لك الامور لا مزيانه. رئيس الرجاء شوف اش كيتقال عليه، هالشيكات هكذا هكذا هدا الفلوس. رئيس الوداد راه هو المخدرات، شوف على صوره. الى انتقدتي الوزير وزير العدل، الى عبرتي على رايك تجاه وزير العدل بحال اللي تاجرتي في النساء، باش عرفتوا ان عرشان حظي بمعامله تفضيليه؟ هو البحث كيكون سري. اذا الى اطلعتوا على معامله تفضيليه عرشان اطلعتوا حتى على المعاملات ديال الاخرين. اذا المصدر هذا الخبر قضائي. خوتي المغاربه مرحبا بكم. واش بودريقه شدوه او لا ما شدوش في المانيا؟ ولا كانوا شدوه واش مذكره بحث مغربيه؟ واش مذكره بحث اسبانيه؟ هكذا يتساءل عدد من الناس دون وجود اي اجوبه. هذه النقطه غنوقفوا عندها، كما غنوقفوا عند وقوف ومثول محمود عرشان، واحد من اشهر وابرز الوجوه الامنيه التي اشيرت لها الاصابع في ما سمي بسنوات الجمر والرصاص، بانه مسؤول على تعذيب عدد من الناس هكذا او لآلام عدد من المعتقلين في سنوات مضت. رجل سياسي معروف جدا بتيفلت، والابن ديالو هو رئيس جامعه تيفلت. اليوم ولده امام غرفه جرائم الاموال، خبر يستحق النقاش، اوردته جريده الصباح ضمن هذه الحلقه. غنجيب واحد الفيديو ديال السبيتاس، وغنجيب واحد الفيديو وغنقولوا السبيتاس، ما نقولكش واش تحشم ولا ما تحشمش، نخلي لك التعليق السي بيتاس. غنجيب لك فيديو ديال المغاربه وغنجيب لك هضرتك من ندوه صحفي، اش قلت يا السي بيتاس؟ واش كيقول الواقع يا السي بيتاس؟ ولكن خليوني نبدا بواحد جوج نقيطات على عجل، ما غنطولش فيهم بزاف. الاولى، هذاك العميد ديال الكليه اللي لقى راسو في عاصفه ديال الكوفيه مال الكوفيه، ديك الطالبه، عندي سؤال السيد العميد المحترم. اولا كيضرنا بعض التنمر والاساءه ليه والاعراض هجوم عليه، ما كيعجبناش. علاش؟ لاننا ما يمكنناش بالاخلاق وحنا ندوسوا الاخلاق. حنا شنو كندافعوا؟ كندافعوا الاخلاق، ولكن ما يمكنش نذبحوا الاخلاق. المساله ديال الكوفيه مساله موقف، مساله ديال انسانيه، مساله. فماشي كوننا نرفضوا واحد السلوك ديال العميل الكليه نجيبوا سلوكات خايبه. لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه، كما قال الشاعر العربي. لا تنهى عن سلوك عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. كنرفضوا ذاك السلوك ديال العميد، ولكن لا نقبل الاساءه العرض والهجوم عليه. ولكن انا بغيت نقول واحد الفكره للعميد الكليه. حشومه 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 وعيب عيب. انا بالنسبه لي شخص كينتمي لفضاء المعرفه، فضاء التربيه، فضاء الثقافه، فضاء الجامعه، يتقال عليه بانه كينتمي لمنظمه اسرائيليه وبانه عضو منظمه اسرائيليه وكذا وكذا، وانه مخترق. اتهام خطير. واحد الماده كتسيركيلا وسط فيسبوك ووسط الواتساب وما يخرجش يشرح هنا عندي. علاش؟ لان المساله ما كتترتبطش بك، هذاك منصب رسمي كتقيس المغاربه، كتصنع الفزع. واش بصح كاين ناس ينتمون لمنظمات اسرائيليه ويوجدون في مناصب رسميه مغربيه؟ كذب هذا الشيء او لا دافع عليه. شغلك هذاك الصمت هو اقرار، الصمت هو اقرار، وهذا لا خاصك توضح بشكل اساسي، لان الامر كيتعلق بالسياده. كيفاش كيفاش عميد كليه ساكت على اتهام بهذا على درجه من الخطوره؟ وحتى السلوك الكوفيه خرج دافع عليه، انا ما نسلمش لانه اللبسه، قول شي فكره او لا ما تدافعش عليه، هضر. بحال بنادم ما تيهضرش، في المغاربه كاملين كيهضروا عليه والشعب شاعل، وما تهضرش وتخلي الناس يبقاو ينوبوا عليك في الهضره. علاش ما عندناش ثقافه التوضيح؟ علاش عندنا المثقف؟ علاش عندنا النخبه؟ علاش عندنا المسؤولين ديال بحال هكا تيخافوا؟ الخوف مزيان، الخوف انك تخالف قاعده قانونيه، الخوف انك تخالف القانون، الخوف من سيدي ربي. انا معاك في هذا الشيء، خوف على ان وجهك سؤال، هذا مزيان. كاين واحد الخوف، ماشي خوف، هذا كيتسمى الجبن امام المنصب. هذا هو اللي خرج على المغرب، ما فيها ولا ما هضرش العميد ديال الكليه عباد الله، شكون غيهضر؟ واش انت نعطيك منصب فيه الطلبه وتدبر شؤون الطلبه وانت ما قادرش تدافع على موقف معاه؟ تقدر نكون احنا ظالمينك، خرج دافع، اختاريتي سلوك. انا كنعرف المثقف الحر، هذا سلوك ودافع عليه، ما عندك الشجاعه تدافع عليه. خوف من ماذا؟ الا كنتي غلطتي عايبه، البشر كله كيغلط، راه حتى انا كنغلط، انت تغلط، كنعتذر. وقدر يكون موقفك صحيح، خرج دافع عليه. والاخطر اتهامات وانت منصب رسمي مغربي انك مع منظمه، إيه لا، ما معنى الصمت؟ هذا الشيء كيضرنا وغير مقبول. اذا هذه نقطه وضحتها. النقطه الثانيه، جنايات طنجه تدين شركاء جاك بوتيه ب 34 سنه نافذه.
هذه ديال المغاربه خصها رقاش. هذه جنايات ادانت غرفه الجنايات الابتدائيه بمحكمه سينا في طنجه البارح صباح اليوم الاربعاء اليوم الصباح بكري، سبعه المتهمين في قضيه شركاء جاك بوتي بتهم تتعلق بالتجاره البشر والتحرش والفساد وعدم التبليغ عن وقوع جنايات. وقضت المحكمه في حق المتهمه الرئيسيه شي وحده 10 سنين خضات ديال السجن النافذ، بينما صدر حكم السجن 6 اشهر موقوفه التنفيذ في حق زوجها، في حين تمت ادانه جنايات 6 سنين موقوفه التنفيذ، في حين تمت ادانه شي واحد ادريس كذا وزك بالحبس 4 سنوات سجن لكل واحد منهم. وبهذه الاحكام تكون غرفه الجنايات الابتدائيه محكمه قد طاوت هذا الملف الذي تم تاخيره لمده عامين، حيث استمرت جلسه المناقشه 12 ساعه قبل ان تم النطق. وكانت غرفه الجنايات قد شرعت امس. دابا المغاربه شنو الملاحظه في هذا الخبر؟ مهمه جدا. هادو شركاء، اين هو الفاعل الاصلي؟ مول العرس، راس الحربه بالدارجه المغرب، راس الحربه عندك التجار في البشر، هذا تاجر في نساء مغربيات. دابا الملف شنو سميتو؟ سميتو جاك بوتي. سؤال، اين هو جاك بوتي؟ في فرنسا. ومالو؟ قال لك في حالة صراح مطلق. وكيفاش خرج من المغرب بعد الظروف؟ حنا دابا فين عندنا المشكل في هذا الخبر؟ انا هذا كيهمني في ثلاثه ديال الحويجات. الاولى وهي المهمه، اين هو راس الحربه؟ هادو شركاء، عدم التبليغ ولا، ولكن الفاعل الاصلي في الجريمه، الفاعل الرئيسي، الحلقه المحوري، اين هو؟ في حاله صراحه. سؤال اللي هو مهم جدا، واش طالبنا به كمغرب؟ واش طالبنا به؟ واش طلبنا؟ اعطيونا علاقتنا بفرنسا دابا كنظن رجعت مزيانه. ايوا، فين هو هذا السيد؟ الحاله الوحيده اللي ممكن ما نطالبوش به شنو هي؟ إذا تذكرت المادة، أنا نقرأ عليكم المادة إن لم تخوني الذاكرة، كاينة واحد المادة. إذا كان حكم على نفس الأفعال، نفس الأفعال مثلا اللي غيجيو يسمعوا في المغرب، هي نيت تركيلي أو لا تقادمت. هنا في المغرب كيقول لهم أنا تحاكمت في فرنسا، تحاكمت في كذا، ولا لقينا غير واقعة ماشي بحال بحال، خصو يطلبوا المغرب. 710 كل أجنبي ارتكب واحد الخارج ارض المملكه جينا يعاقب عليها القانون بالمغرب اما بصفته ما كيهمناش. كتهمنا الفقره التاليه مهمه، غير انه لا يمكن ان يتابع المتهم او يحاكم اذا ثبت انه حكم عليه في الخارج من اجل هذا الفعل بحكم يكتسب قوه الشيء المقضي به، وفيها وفي حاله الحكم بادانته يتعين عليه ان يثبت انه قضى العقوبه المحكوم بها او تقادمت. خصو يثبت بانه دوز داك الشيء. ولكن اذا كان الامر يتعلق، هو ميل فيه سبعه وفيه، ولكن كاينه شي واقعه اخرى ماشي نفس الوقائع. تصور عندك شي واقعه البارح نوقشت امام غرفه الجنايات في طنجه، وماشي هي اللي عنده في فرنسا، واقعه اخرى، اذا المغرب من حقه. دابا حنا السؤال من اجل الاطمئنان كنقولوا التواصل، حيت التواصل ما جابوش البشريه فاور، تواصلوا معنا، راه عندنا ملف. عرفتي شنو؟ عرفتي قريتي شنو كان كيدير في الدريات هذا ولا؟ كيقول لهم بغيت البنات والبنات يكونوا رقاقات، سمحوا لي على التعبير المغرب، ويكون التدي ديالها صغيوار، وكيدير فيهم قال لك ما نعرف شنو كيدير، وكانت شبكه كتنظم هذا الشيء، وهذا راس الحربه بيدوفيلي. والخطير فرنسا مطلوق حر طليق. اذا حنا خصنا غير التواصل. واش المغرب طلبوا؟ واش ماشي ما طلبش المتابعه ديالو؟ ماذا يقع؟ كيما سؤال اخر مهم هنا ومن حقي نسول فيه. رضا الطوجني ادين ب4 سنوات حبسا نافذا. حنا عندنا الناس هنا 6 شهور موقوف التنفيذ التجاره في البشر، 6 سنين، وكاين اللي عنده 4 سنين. دابا نفس التهمه ديال التجاره في البشر بحال لا عبرتي على رايك. الا انتقدتي الوزير وزير العدل، الا عبرتي على رايك تجاه وزير العدل، بحال اللي تاجرتي في النساء، يعني واخد 4 سنين في 4 سنين، نفس التهمه دابا نفس العقوبه، نفس العقوبه. بغيت غير نفهم زعما كيفاش نفس سؤال نتساءل لا اقل ولا اكثر. وهنا واحد السؤال مهم في هذه القضيه جاني في واحد مواقعنا الالكترونيه، واش واحد العنوان صحفي كتب على الخبر البارح ملف جاك بوتي في طنجه، القضاء يواجه الجرائم الجنسيه بسلب الحريه، القضاء المغربي. دابا هذا السؤال، هذا العنوان ما جاكمش غريب؟ القضاء يواجه الجرائم الجنسيه عاديه، ولات عندنا الا شديتي شي واحد بالتجاره البشر كنا استثناء، ولات كتخرج في العناوين يواجه الجرائم الجنسيه بسلب الحريه، وراه عادي غيتواجه الجرائم الجنسيه بسلب الحريه. نمشي دابا لهذا الموضوع ديال هاد الثلاث بن يعقوب. شوف الاستاذ المحترم السي بيتاس
واش نذكرك شنو قلتي للمغاربه؟ ها علاش السي بيتيس انت كتنسى بان هذا الشيء ديال الانترنت كيحتار. السي بيتيس شنو قلتي؟ انا نوريك السي بيتيس ماذا قلت في الندوه الصحفي. سولوك الصحفيين قالوا لك السي بيتيس ما رايك ولا في مشى هذا الشيء ديال الزلزال وكذا، شنو جاوبتي بعد السي بيتيس؟ البرنامج ديال الزلزال هذا برنامج اللي مكلفه به لجنه بين وزاريه يترأسها السيد رئيس الحكومه، وهذه اللجنه تجتمع بشكل دوري، حينما تجتمع تتابع الانجاز ديال مختلف المشاريع اللي في البرنامج الاستعجالي، وتتابع مختلف القضايا المرتبطه بالمسائل اللي تكلمتي لها. في كل مره يتم هذا الاجتماع يتم التواصل حول حصيله هذا الاجتماع هذا، فهذه الهيئه ولا هذه اللجنه بين الوزاريه تقوم بالتواصل حول مختلف الاجراءات التي يتم انجازها في هذا الاتجاه. دابا الناس سولوك السي بيتيس المحترم قال لك اعطينا الحصيله، شو الجواب اللي جاوبتيهم؟ جواب انشائي والامور مزيانه، وفسر لي هذه المسيره اليوم يا الله. ها انت السي شوف شوف المسيره، ها مئات الاشخاص مغاربه مساكن، مئات المغاربه، شوفوا المغاربه، شوفوا 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 المسيره، شوفوا الرسائل اللي جاوني في هذا الصباح. السلام السي المهداوي لاباس عليك، هذا عام ومازال لا سكن لا والو، جماعه اخبار تزي انتاس قياده ثلاثني يعقوب اقليم الحوز عماله مراكش، الناس مساكن دوزوا اكفى الصهد والبرد في القياطن، دابا عاوتاني الصهد، درجه الحراره السي المهداوي 40 46. هاد الدوار ايميليل جماعه اخبار تيزي انتيس قياده ثلاثني يعقوب اقليم الحوز عماله تحناوت، في نظرك في نظرك اخويا حتى الامتى غتبقى هاد الناس هكا؟ الصهد 46 ولا نفقيطون والعقارب ولا شوف الظروف اللي عايشين، وتجي انت من يسولوك يقول لك الامور لا مزيانه بطريقه، ها هو تشد من بعد، ها هو تشد ولا وقف؟ واش حلينا مشاكل الزلزال؟ واش حلينا مشاكل لاسامير؟ واش شفنا المغاربه اللي رجعوا من الخارج دابا وترجعوا بزاف ولا شويه؟ كاين البعض اللي كيقول بان العوده المغاربه هذا العام قليله، علاش؟ لان الحياه غاليه في المغرب، التضخم. واش كتعرف بان العطله في بعض الدول عباد الله ارخص من المغرب؟ حبل الملوك قال لك الكيلو كيدير ما شحال، قال لي واحد السيد صباح قال لي جوج اورو ولا شحال 1000 فرنك، حنا قال لك تشتريه ب 40 درهم ولا ما شحال. الحوت غلا، علاش الحياه في المغرب غاليه؟ علاش 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 علاش؟ بنادم ولا تقام عليه السياحه في المغرب، ها المواضيع. علاش الحياه في المغرب غاليه؟ بودريقه بودريقه دابا بودريقه تشد ولا ما تشدش، اش ضفتي للمغاربه؟ حنا كمواضيع، ولكن بودريقه كاين واحد الجانب اللي غناقشوا مهم، هادي واخا جوج 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 نقاطات بودريقه في غايه الاهميه. اولا انا والله ما عارف واش تشد ولا لا، وعندك صحابكم انا فرح لا تشد، والله ما نبغيه تشد بصرف النظر، انا من طبعي ما كنحملش، ولكن تفاعل. خلوني نناقش بودريقه في مستويات في غايه الاهميه. الاولى دابا شكون هو بودريقه؟ امين كان امين امين ديال 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 المجلس النواب، شكون عطاه هذا المنصب؟ ها الاولى عضو مكتب سياسي ديال الحزب، رئيس الحكومه، ها الثانيه رئيس ديال واحد من اعرق النوادي المغربيه، حل الرجاء المحبوبه، اذا رأي كيفاش كيوصل هذه المناصب؟ رئيس الرجاء، عضو مكتب سياسي، راه مزيان ومن حقه، فين كاين المشكل؟ ولكن لا راه جايب مع الصقه، ها شيك بدون رصيد، ها واحد الايامات كيقولوا له الجال الفلوس اللي دخلت لك هذا، وفي مشى ذاك الملف ديال اللي كان كاينوا فيه ذاك الراشدي المحامي، في مشى ذاك الملف وليت كنقول هذاك كنتفكر واحد المشكل شي وقت نقدر، انا عندي واحد الطبع هي ربما ماشي صحيحه، كنقول هذاك فلان، هي راه ماشي كنقص له وقتي، كنقدر نناقش معاه نقول هذاك ولدي، نقدر نقول هذاك بنتي باش ما كنبغيش بنتي، نقدر نقول هذاك با، هذاك لازمه، ولكن ما عرفتش ما راه يسولكش علاش قلتي هذاك، فهمتي على اي، ما بغيتش ندخل في التفاصيل دابا، وليت دابا ملي كنقول هذاك ولات عندي بحال دابا. هذاك الملف اللي داروا مع ابراهيم الراشدي فين هو؟ فين هو ذاك الميل الجامعه وكيفاش تحولت فلوس الرجاء؟ قال لك شحال 40 مليار ما عقلتش شحال في دقه. ها فين كيهمني انا نقش بودريقه تشد ما تشدش ماشي هذا هو المشكل. السؤال شحال من عام وبودريقه تحت الاضواء، خرجت له الصحافه وامام القضاء سنين وحنا كنعيشوا، شحال تناقش بودريقه؟ شنو قال عليه القجع؟ وشنو قال عليه الراشدي؟ كاين حكم صادر عليه؟ كاينه كاينه كاينه. السؤال علاش؟ علاش حتى دابا؟ ودابا اجي نقول لكم على الحاجه، واش الا كانت توقف واش مذكره بحث مغربيه ولا اسبانيا؟ ولا كانت اسبانيا علاش ماشي مغربيه؟ المغرب ما عنده والو، ولا ما كانش عنده مشاكل في المغرب علاش هذه المده كلها بقى برا؟ ولا كان عنده مشكل في المغرب علاش كاين مذكره بحث دوليه؟
ولا كان عنده مشكل في المغرب كيفاش خرج من المطار؟ شكون ساعدو؟ ولا كان ساعدو شي واحد ولا ما قدروش يدعو عليهم ديك ربما شكون تيحميه؟ من حقنا نسولو وعلاش؟ وشنو شاد عليهم؟ وشنو كيتسنى؟ ولا كانت اسبانيا دارت مذكرة والمغرب ما دارش كيفاش؟ ولا كان هذا السيد بصح مذكرة اسبانية ومغربية وكيفاش هذا فاعل لهالدرجة الراجة ومخترق البرلمان ومجلس الامن كيفاش الناس كتدخل المناصب؟ علاش دابا كنفتح واحد السؤال جوهري؟ راه العبرة ماشي انك تشد بودريقة وفقط وماشي العبرة انك تشد امان العامون او لا تعيط العرشان وولده او لا تعتقل مبدع وفقط او لا انك تشد كريمين ديال بوزنيقة. والمغاربة اهم سؤال بغيتكم هاد الحلقة تصنتوري هي واش درنا تشخيص؟ احنا عندنا غير اعتقلنا ركيل اي الاعتقال ما كان بغيه بتال واحد ولكن لا شافتوا النيابة العامة ولا قضاء من حقهم تدخلوش خدمتهم ولكن واش درنا تشخيص نعرفوا باش ما نعاودوش؟ احنا كل عام كنسمعوا حمل اعتقال واحد رئيس كان عاودوها هاد الصحوة اللي كاين دابا الاعتقال والتوقيف وعدد من رجال الاعمال يجيو امام القضاء اولا كنحيي السلطات ويقدر يكون مرتبط بمسؤولين كيجي واحد الوكيل العام مثلا واحد ما كيتعتقش كاين وكيل العام تيكون شويه متردد ما نقولوش ليه شي عباره كاين وكيل العام تيكون حاسم كاين ما بغيتش كاين وكلاء عامون دابا في المغرب انا ما بغيتش نسميهم عيقول لك المهداوي كيتبيضق لهم كاين وكلاء عامون اليوم وصلوا بالصح الناس نقيين نضاف ربما هذا هو اللي خلى دابا كنسمعوا هذه الاسماء تطيح ولكن خصنا ضروري نديروا واحد النقطه التشخيص خصنا نديروا تشخيص على المغاربه حتى لا يتكرر هذا شكون اللي كيوصل علاش حتلقى انت واحد ديال اولمبيك اسفي معتقل في الحبس رئيس الرجاء رئيس اسفي رئيس الرئيس ديال الفريق جيتي لكازا تلقى رئيس الفريق في المخدرات دابا الناصر هذا بودريقه رئيس الفريق اي تمنى عاوتاني في دائره الشبهه عرفتي اي تمنى وكاين اللي كيهضر لا انا ما نقدرش نحكم اي تمنى عنده علاقات عنده علاقات مع ناس مستويات مختلفه دونك هادشي حيت اي تمنى راه بسببه واحد مشى للحبس سميتو داك المواطن المسكين كان كيدير الطربوش وسط الناس صادفته هنا الى تذكرتو غندوزو في المونتاج ما عرفش شنو سميتو مسكين واحد خينا راه معتقل في الحبس دابا وقع له مشكل مع اي تمنى سؤال علاش هاد علاش هاد رؤساء الفرق انت واحد المنصب حساس عرفتي شنو هي الكره 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 فيها شعب كبير خاص بنادم يدوز من ماشي عندك فلوس تدخل الكره خاص تحط معايير دابا حنا ملي نديرو شي حمله ماشي كنعتقلوا عباد الله خاص هادشي يواكبوا ترسانه وتعزيز منظور بقواعد قانونيه جديده نشوفوا فين كاين الديفو باش ما نعاودوش كل عام نعسو عاوتاني علاش هاد رئيس الرجاء رئيس رئيس الرجاء شوف شكي تقال عليه هالشيكات هكذا هكذا هاد الفلوس رئيس الوداد راه هو المخدرات شو على صوره نوادي كرويه عريقه كتقاس لها صورتها كتوسخ رئيس الفريق ولا اسفي وعندي سؤال اخر علاش 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 بودريقه ما تقاش في ملف ديال التذاكر وتقاس غير ديال اسفي هو اللي كان مكلف كيوزع الاوراق هو اللي كنعرف انا الجامعه كانت تعطي لبودريقه بودريقه كيعطل وعندي واحد السؤال اخر في غايه الاهميه مادام دابا الشيء بشيء يذكر بودريقه شكون قال لها التصريح ديال بودريقه على القجع شو الرجاء الجميع انديه ومساله اخرى كنقول السي فوزي القجع انا كنتحداك ماشي غير في المحكمه اش ما بغيتي حيت انت مع السي سمير شوقي اللي هو رجاوي دار معك تصريح والموضوع كله عوض الحديد على النهضه البركانيه كيفاش جاب 4 المليار كيفاش دخلها كان الحديث على محمد بودريقه والدعوه القضائيه كان بغي نقول لك بانني اتحداك امام القضاء النزيه واعرف ان القضاء نزيه ونزيه جدا وبالتالي انا ما غنتكلمش على هذا الموضوع ديال القجع حتى الماتش حتى المورا الكوت ديفوار باش ما يقولوش راك تشوش علينا عندنا مقابله مورا الماتش الكوت ديفوار غنرد عليك مزيان السي القجع وعقل عليا مزيان غنرد عليك مزيان بالوثائق وبالحجاج 4 المليار لاحظتوا المعلومه اللي دوز اي حاجه خصها تفلتر هادشي الا بغيتي تكون وزير بغيتي تكون وكيل عام بغيتي تكون قائد المناصب عميد كل رئيس اي حاجه تقالت خص فيها التوضيح ماشي بالضروره الحبس ماشي تعيط توضح دابا 4 المليار شو الكلام قال هذا انا رجعت له كيفاش القجع كيفاش 4 المليار راه عطاني ايحاء هذا 4 المليار منين جات 4 المليار 4 المليار دخلت البركه منين جات وما ننساوش بان القجع كان على رئيس الجامعه وما ننساوش كان على شي واحد كان مدير الميزانيه مول شكار القجع اللي خصو يكون عنده العدل
في دعم جميع الفروق ودعم جميع. ودابا هذا ملي كيقول هذا الكلام، السؤال ما هو التبعات والآثار ديال هذا الكلام؟ واش بحثنا فيه قضائيا؟ واش كاين شي جواب فيه إداري ولا قضائي ولا؟ تصور المغربي كيعيش وسط هذا الشيء دائما، كيفاش تطلب منه يكون؟ تصور يوميا كتشحن بهذا النوع من التهم. هو كلام خطير. علاش هاد النهضه تبركان حنا كنحبوها بحال بحال، ولكن الناس الجمهور كيسول تيقول لك علاش هادو كيسيو اللاعبين بالغلا؟ ملي كي عندهم غا مستشار واحد، ايوا شكون داك اتاي ولا شنو؟ علاش كيفاش كتشري انت لاعب بالغلا؟ وكيفاش عندك ميزانيه وانت راك مدير ميزانيه؟ راه تقدر تكون السي القجع والله ما عندك شي علاقه، وانا كنفترض فيك حسن النيه. دابا انا كنضمن لك ما نقدرش نتهمك، ولكن ها انت دابا ها الناس هكذا، علاش اسئله تطرح كيما دابا كنطرحوا هذا السؤال ديال السي القجع، ديال السي فوزي، ديال السي بودريقه. علاش راه خاص الاحزاب حتى هي، راه الاحزاب مسؤوله عباد الله، ماشي عنده شكاره ولا تعشى مع شي ليله شي واحد ولا كذا صافي يعطيه عضو مكتب سياسي يعطيه كذا. راه خاص الناس كينساو صوره البلاد، راه ملي كتبلاصه راه انت ماشي غير بوحدك، راه كتولي صوره المملكه المغربيه. بحال داك عميد الكليه في الكوفيه، هو عسولوك سي صاحب الوعي تلقى راسو حاط مملكه مغربيه امام فوهه اللي سولي ما يسواش. ها هو دابا رئيس الرجاء ورئيس الوداد ورئيس كذا ورئيس كذا، مصيبه كحلا مصيبه. نمشي دابا للسي عرشان، عرشان محمود عرشان والابل ديالو امام غرفه ديالاش ديال جرائم الاموال. عرشان وما ادراك ما عرشان، قيل عنه الكثير، نقل لكم ما قالته الصباح ولكم الحكم. اتجهت الانظار صباح يوم الاثنين الى مكتب مهم قاضي التحقيق بلا ما نقولوا السميه بالبحث في جرائم الاموال لدى محكمه السيناف بالرباط لاستنطاق شاهد بمثابه لغز حير القضاء بعد تواريه عن الانظار في شان ملتمسات النيابه العامه بالبحث مع 20 مشتبه فيهم يتصدرون في اللائحه محمود عرشان 85 عام. شحال في عمره السي عرشان؟ 85 عام. الله يطول له في العمر، والله يمتعوا صحة صح، ولكن هذا لا يمنع على أننا نطرحوا بعض الأسئلة. 85 عام وباقي يعني فاعل سياسي، بحالاش عضو المكتب المسير لبلدية تيفلت، هو عضو مكتب المسير ديال بلدية تيفلت، هو الرئيس الشرفي لحركة الديمقراطية الاجتماعية وعضو مجلس المستشارين. إذا دابا عرشان كيصنع القواعد القانونية وكيقيم السياسة العمومية وكيراقب. دابا محمود عرشان كيصنع القواعد القانونيه، 85 عام عنده، 85 عام وكيقدر يصوب القواعد القانونيه اللي غيطبقها القضاء ولا تنظم حياتنا. عنده 85 عام وكيصوب لنا القواعد. دابا باقي عضو مستشاري، واحتل ابنه عبد الصمد الامين العام لحزب النخله الرتبه الثانيه في لائحه الاستنطاق، هو الثاني. ها ولده هو رئيس الجماعه، هو رئيس البلديه ديال تيف. هذا سؤال، هذا كان كوميسير جدار السياسه دار حزب، حياته كلها هو في ذاك الحزب، ما كيخلفو حتى واحد. هذه الاولى ملاحظه، حياته كلها. جوج، عنده 85 عام. ثلاثه، هو رئيس مجلس المستشارين كيصنع القواعد القانونيه، يعني انسان عنده 85 عام وينظم حياته. وهذا كينتمي لواحد، واخا حنا جا العهد الجديد واخا الدستور جديد واخا الامازيغيه المغرب تحول، جا المشروع التنموي تبدل، المغرب تتبدل، ولكن من فوا كتشوف باقي كي بحال عبد الواحد الرادي حتى مات، يعني كتبقى تشوف بحال محمد بن عيسى الأزيلة، كاين شي وجوه ما بغاوش يمشيو بحالو. تصور انا مني وعيت عرشان، دابا غير كنشوف محمود عرشان كنحس بحال اللي انا باقي في عهد الحسن الثاني بديك السنوات الستينات. ماشي حقه ماشي واخا كيتحيدوا للمغرب، سوف تيفلت هو الامين العام ديال ما تحيدوش، حياته كلها عنده 85 عام. واللي حلوه شنو هي؟ وها هو حياته كلها، وشكون اللي يجي من وراه؟ ولده من حقه يكون، جابته. كاين سؤال، هذيك الكرش ديال تيفلت، الكرش اللي كتولد، ما حط حتى شي واحد زعما يحكم هاد تيفلت، ها هو، والصدفه غا ولده. عرفت انا الثقافه ديال ولادهم، هذاك السيمو ديال القراوي وجد بنته، هذاك ديال علاش هما ولادهم الورث. دابا ولده وجرى استنطاق المشتبه فيهم بناء على مقتضيات المواد 122 و 123 و 124 من القانون المسطره الجنائيه.
ضمت لائحة عدد من أعضاء المكتب المسير لبلدية تيفلت في شأن تلاعبات مالية. شوفوا العبارة هذه خطيرة، تلاعبات مالية بجامعة المدينة. ارتأت النيابة العامة إسناد الأبحاث فيها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت العشرين مشتبه فيهم، تم إحالتهم على الوكيل العام للملكة محكمة سينا بالرباط، وبعد استنطاقهم قرر عرضهم على قاضي التحقيق مكلف بجرائم الأموال. نفس القاضي، ما بغيتش نسمي مع احترامي، اللي داز عندها محمد زيان، كنظن هي نفس القاضي، نفس القاضية، قاضي التحقيق المغرب بجرائم الأموال. وأفاد مصدر موثوق منه أن ملتمسات الوكيل العام جاءت للبحث في تمديد أموال. أنا ما عرفتش بعدا ملتمس النيابة العام، لا أريد الاعتقال لا العرشان ولا الولد ولا شي واحد، غير واش زيان كان ملتمس في الاعتقال، واش في هادو كاين عند زيان شنو هو فلوس ديال الانتخابات. وهنا تلاعب بأموال البلدية، شكون اللي أخطر خطورة؟ هذا واحد الفلوس باش يوزعها سندويتشات وريقات كذا كذا، يقدر يكون شي مطبعها ولا تصرف مع ما عارفش مزيان، ولكن على حساب دابا المادة تلاعبات بأموال البلدية. إذا النيابة العامة هنا واش التمست؟ يعني تستمع ولا لا، الله أعلم ما عارفش. جاءت للبحث في تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات منح إعفاءات عن تحصيل الرسوم عامة بدون إذن من القانون والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في النازلة أثناء تسير بلدية تيفلت التابعة إداريا لعمالة إقليم. وضمت لائحة موظفين مسؤولين وتقنيين ومستشارين أغلبهم كينتميون لحزب النخلة الذي كان يقوده محمود عرشان وحاليا ابنه عبد الصمد. وفي سياق متصل أفاد مصدر رفيع المستوى أن الشبهات قوية تحوم حول تهرب الشاهد الذي تخلف عن جلسة قاضي التحقيق أكثر من مرة، وما طرح العديد من التساؤلات. وحظي محمود عرشان أثناء الاستماع إليه في جلسته الأخيرة بمعاملة فضيلية عكس باقي المتهم. عندي واحد ملاحظة، باش عرفت أن عرشان حظي بمعاملة فضيلية؟ هو البحث كيكون سري، إذن إلى اطلعت على معاملة فضيلية عرشان اطلعت على المعاملة ديال الآخرين، إذا المصدر هذا الخبر قضائي، القضاء اللي عطاه، والبحث سري جريمة. ما فهمتش أنا باش عرفتي معاملة تفضيلية والبحث سري أثناء السماع عليه. وهذه المعاملة التفضيلية بحال زعما عنده 85 عام خصو يتابع حال الصرا، هذا هو الأصل، راه ماشي تفضيلية بعد هذه الشيء اللي تابع في حال الصرا. غير السؤال اللي كيطرح شحال عنده هو 85، شحال عاد زيان بحال 85. هنا كطرح أثناء السماع عليه في الأخيرة. ورجح مصدر الصباح أن تلجأ القضاء الأموال إلى إصدار أوامر بإلقاء القبض بعدما عمر الملف طويلا. هذه العبارة غنوقف عندها، قصد تصفيته، مضيف أن المشتبه فيهم غالبا ما سيحالون على الجنايات البدائية في أكتوبر إذا اقتنعت بجرائم الأموال. هذه العبارة دي التصفية القضائية وعمر طويلا، يعني دعتي الثقافة هذه عمر طويلا، إذا خصو يتشدوا راه عمر طويلا. واش المغاربه كتعرفوا بعض الحوايج كنسمع بعدا من بعض المصادر القضائيه، تقول كاين بعض الناس كيتحكموا كما كيتساروا ما راه محكومين ما تبلغوش، خصنا تصفيه قضائيه، خص الملفات يتحيدوا، راه ما كاينش في العالم تحكم على انسان هو لم يبلغ، راه لا يوجد. تصور تقدر تلقى بنادم دابا واش هذا الشيء بعدا بالصح على ارتكاب لجرائم وتبديد أموال عمومية، منح إعفاءات عن تحصيل الرسوم عامة بدون إذن قانون، وإذا تبين لا عدم ذلك سيحتفظ المتابعة في حقه مشيرا إلى أن الشهيد اللغز هو اللي غيحك يحل هذه النازلة. ما نطورش، نختم بواحد الملاحظة مهمة. دابا احنا في المغرب ولله الحمد نقولها، ما كاينش، كاين بعض الحويجات ما كيعجبوناش، كاين ما كيعجبو، كاين حوايج زوينين في المغرب مزيان نشوفو مسؤولين كيتحاكموا في البلاد، وراه كيتحاكموا مسؤولين في العالم حتى في اعرق الدول الديمقراطيه. ولكن خلينا نسولو دابا، حنا صحفيين، حنا انا صحفي قبل ما نكون صحفي، مواطن مغربي عندي الحق في الحريه، عندي الحق محاكمه عادله كيما عند الحق الزفزافي، كيما عند الحق زيان، كيما عند الحق مثلا الطوجني، كيما عندنا مزيان. واش هذه كلام العيب؟ كلام معقول؟ مساواه. عندي سؤال، علاش حنا يا الصحفيين نقاد الى الحبس، ويقاد الى الحبس وكيل الملك، والوكيل العام يقاد الى الحبس ونائب وكيل العام، عندنا تجارب، ويقاد الى الحبس قاد اليه مدير امن القصور تقاد الحبس، بل ابناء مسؤولين نافذين في الدوله مشاو للحبس. واحد كاين واحد مؤسسه دستوريه كبيره بزاف بزاف، عم بغيش نسمي ولده
كان تدخل من من سلطه عليا يطبق مع القانون، يعني شي سلطه شي ناس يعني، وهذا شيء يتلي الصدر. كيما اخ مستشار ملكي وتعتقل، وهذا كامل كيزيد البلاد، حنا معاه، كيتعتقلوا رؤساء جماعات، كيتعتقلوا رؤساء بلديات، رؤساء مجالس اقليمي، وتعتقلوا وزراء، وكيتعتقلوا رؤساء مقاطعات ورؤساء فرق. هاد المغرب عندي سؤال، علاش انا شوف باش ما يتسماش، لا احد ينكر سوى جاحد ما تقوم به وتطلع به وزاره الداخليه من دور حيوي في الاستقرار، وعندهم مشاكل وهز البلاد بصح 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 بصح، القياد والبشاوات والعمال والولاء عندهم تماره، وتزخر هذه المؤسسه بناس الله يعمرهم الدار. كاين هذا لا يمنع نسول، علاش ما كيتسائلوش الولاة والعمال، ما كيتعتقلوا وما كيتابعوا، وهم اهل الحل والعقد في البلاد. دابا ملي تفكرت انا هذا عرشان وولده وهاد كريمين وهاد مبديع والوزاره والمسؤولين ورؤساء الجامعات، لماذا؟ لماذا؟ كيفاش مثلا عرشان دابا انا ما عارفش ما يوقع له، نتمنى له غير الخير هو ولده، الله شاهد عليا ما عنديش معاه حتى حاجه، ولكن دابا سؤال، هذا عرشان 40 عام في السياسه حتى لدابا، وعلاش تعطلنا كيما بودريقه سيرين ولا كنسمع بودريقه حتى لدابا، ولا ما حتى اخور شحال من عام وانت تسمع مبديع، عرفتي كريمين ديال بوزنيقه شحال هضرنا عليه سنوات، فين كاين المشكل؟ واش عندنا الموارد البشريه قليله؟ واش السياسه؟ واش حيت هذا الشيء في الاخر كيعطيك، عرفتي شحال من عام وحنا نسمعوا عرشان؟ انا كنسمع عرشان داير وداير عام عند السكان ديال تيفلي صحيح ولا لا الله اعلم، كنسمع وكنكتبوا عليه وكنسمعوا حتى لدابا، فين كاين الخلل؟ واش هذا الشيء ماشي خصو تشخيص؟ واش غنبقاو كل عام كندورو في نفس واحد الوقت اعتقال؟ والسؤال واش اعتقال هو الحل؟ ولا خاص شي مقاربه اخرى تعزز؟ اعتقال حنا اعتقلنا بودريقه، حنا اعتقلنا دابا عرشان طفرناه الله يحفظ، يجيك عرشان اخر كتحيد رئيس جامعه كيجي واحد اخر، ونفس السؤال كيفاش نخرجوا بغينا؟ ها هما الناس كيتمشاو لنا في يمين. دابا هذا المغرب مسيره ديال الطلبه، مسيره الاساتذه، مسيره الممرضين، مسيره الزلزال، واش ما غيساليش المغرب من هذه الاحتجاجات ولا دابا عاديه؟ ولا خصنا نقول واش الدول الاوروبيه كتلقى مسيره شي نهار شي حكومه قررت تقاعد بحال واحد النهار غتلقى مشكل، ماشي المجتمع كله خارج، همالين الاحكام اللي معطله، همالين الاراضي، همالين الزلزال، الطلبه، سؤال علاش هذا الشيء كاين؟ مشكلة من؟ مشكلة الصحافي المهدوي خصو يسكت، ولكن المشكل علاش كنمشيو نحاربوا؟ علاش ما نحلوش هذه المشاكل بشكل اللي هو نهائي؟ علاش؟ انا كنقول لكم احترم العمال والولاة الله شاهد عليه، وكنعرف عدد منهم الله يعمرهم الدار، ولكن مني غير تار انتباهي، الوكيل العام نشدوه، الوكيل البوليس نشدوهم، الجندار نشدوه، راه كلشي كيدوز الا الولاة والعمال، والحال هاد رئيس الجماعة سنين وفين هو العامل اللي كان تما؟ راه نهار نفتح شي بحث مع رئيس الجامعه خص يكون شكون كان في عهده، اجي العامل. شتيه مصيبه ما شتيش مصيبه. كيفاش انت هو الامرين بالصرف عباد الله ويؤشرون وكل شيء كيدوز عليهم الولاد، هما الولاد كل شيء كيدوز عندهم. علاش؟ وكاين بعض الناس اللي سنين، كاين بعض ربما بعض العلاقات. علاش كنقولوا هذا الشيء خاص فيه التدخل يكون يعني نيت شمولي ويستحضر كل الابعاد باش نتجاوزوا هذه الظاهره؟ كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.